الناس بتتابع يوم بعد يوم الارقام على وورد ميتر وعلى منظمه الصحه العالميه وعلى وزارات الصحه عموما، وكل يوم لما الرقم بيزيد يبتدوا يقلقوا، وبيجي لي مسجز ورسائل كتير قوي ان النهارده الرقم زاد، الوفيات النهارده زادت. طب هو ده معناه ايه؟ عادة احنا كفارماكا ابيديميولوجيست او ناس مهتمين بعلم الامراض والاوبئة ما بنبصش على الرقم يوم بيوم لو كان الرقم ده قليل. الحمد لله احنا بمنطقة الشرق الاوسط لسه الرقم ده قليل، فبالتالي ما هياش عينة كافية زي ما نقول كده، السامبل سايز بتاعتها مش كافي ان احنا نعمل عليها احصاء، نعمل عليها statistics. الاحسن ان انا ابص على كل 10 ايام ايه اللي حصل فيهم. وبما ان احنا على طول بنقعد نتكلم ان ارقام الاصابات ممكن تكون اقل من الفعلي، وده بسبب ان يا اما مفيش تحاليل كافيه بتتعمل لكل مليون مواطن، او ان الناس ما تتوجهش مبكرا ان هي تعمل الفحص، سواء اي سبب تاني او حتى غير السببين دول. الادق فعليا ان احنا نبص عليه هو ارقام الوفيات، في كام وفاة بتحصل، ومش كل يوم زي ما اتكلمنا كده، بنحسبها كل 10 ايام ارقام الوفاة عاملة ازاي. فلو خدنا مثال مثلا على مصر، هنلاقي ان مصر كانت اخر 10 ايام احنا وصلنا في حدود حاجة و60 حالة، دي جاية من 20 وفاة في الاسبوع او ال 10 ايام اللي قبليهم. احنا بنتكلم في حدود 300% جروس او زيادة. طبعا الرقم ده يخلينا في اخر الكيرف بتاع بيسموه السيفتي او الفلات كيرف، يعني اخر المرحلة الامنة، محتاجين ان احنا ناخد بالنا كويس جدا. المرحلة الجاية مرحلة مهمة وصعبة. البلاد اللي عندهم نفس الكيرف او نفس المعدل الوفيات من 10 ايام ل 10 ايام عالي وزي مصر هي الجزائر وتونس والمغرب والعراق. والبلاد العربية عموما اعلى من معدلاتها اللي هم عندهم نفس رقم الاصابات، وهو اللي يرجح تقريبا ان عدد الاصابات ممكن يكون فعلا مش فعلي او اقل من الحقيقي. فان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي ربنا يعديها على خير، هي فتره فاصله. حاولوا ما تراجعوش الارقام، ما تتخضوش كل يوم تراجعوا تقولوا رقم زاد 20% 30%، ده احصائيا غير سليم انت تقارن يوم بيوم. ويا ربنا يعدي الفتره دي على خير باذن الله.